إلى ضيفي في هذه التغطية الخاصة السيد محمد فاتح كاجر نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا جمهورية تركيا. مرحبا بك في تغطيتنا الخاصة، وبداية فلنتحدث عن الآفاق القادمة للابتكار في مجال الفضاء. Thank you very much. We are very pleased. شكرا جزيلا على الاستضافة، يشرفني أن أكون هنا معكم في حوار أبو ظبي للفضاء ومع فريقكم. أعتقد أن هذا الحوار وهذا التنظيم مهم جدا، يجمع جميع الجهات الفاعلة من مختلف الدول وأيضا من القطاع الخاص والجهات الحكومية والمنظمات الدولية. بما يتعلق بتقنيات الفضاء، فإن التطور يتسارع خلال السنوات القليلة الماضية. عندما ننظر إلى السنوات التي خلت قبل 50 عاما، ربما كان الفضاء محوريا لدول قليلة جدا، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، ولكن اليوم لدينا أكثر من 70 جهة فاعلة ودولة في هذا القطاع، والعديد من الدول تحاول أن تحقق نجاحات في هذا القطاع. بعض هذه الدول لديها برامج وطنية لاستكشاف الفضاء مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، لذا بيسعنا التعاون مع بعضنا البعض وأن نتشارك لنرى ما إن كان بإمكاننا إيجاد حلول تعاونية وتشاركية للتغلب على المشاكل العالمية باستخدام تكنولوجيا الفضاء، وهذه نقطة محورية وأساسية لنا جميعا. أما فيما يتعلق بالفضاء، فأننا نرى أن استكشاف الفضاء والبرامج في هذا المجال تزداد، وأيضا المدار القريب من الأرض تزداد الأنشطة فيه، وثمة تحول من القطاع الخاص ومن الشركات الكبيرة في هذا القطاع إلى الشركات الناشئة في قطاع استكشاف الفضاء. أعتقد أنه أيضا هذه النقطة مهمة، لأنها تجعل هذا القطاع وهذه الصناعة شاملة ودامجة أكثر للجميع. بالإضافة إلى ذلك، ثمة سؤال لا يزال ملحا. هناك أكثر من 70 دولة اليوم تبتكر في مجال استكشاف الفضاء وقطاع الفضاء، ولكن هل هذا القطاع أو هذا المجال مفتوح وتنافسي بما فيه الكفاية؟ لا يزال هناك هذا السؤال المطروح الذي علينا أن نجيب عليه معا، ونحاول وعلينا أن نحاول أن نجعل هذا القطاع دامجا وشاملا أكثر لجميع الدول من حول العالم وجميع الفاعلين والجهات الفاعلة مهما اختلف حجمهم. نتحدث عن نقطة مهمة، وهي أهمية الابتعاد عن السيادة الفردية نحو بنية تحتية. نتحدث عن عالمية مشتركة، أهمية التعاون وتكاتف الجهود لكل الدول لنجاح هذا المستقبل، مستقبل الفضاء. نعم، أعتقد أنه في مجال قطاع الفضاء علينا أن نتعاون، هذا ليس خيارا فقط ولكنه واجب علينا أن نتعاون مع الجميع، لأنه ثمة تجارب كبيرة من حول العالم، ولكل دولة وبعض الشركات لديها تجارب مختلفة وأجزاء مختلفة من هذه التجربة. وفي حال جمعنا كل هذه التجارب معا وكل هذه المعارف معا، فإن النتائج ستصبح أوضح. إذن علينا أن نتعاون، علينا أن نتشارك وأن ننسق وأن نعمل معا. عندما نتحدث عن برامج الفضاء على سبيل المثال، في الجمهورية التركية مثلا لدينا خبرة في مجال تصنيع الأقمار الصناعية وتصميمها وتصنيعها، ونحن دولة بوسعها إنتاج على مرصد وأيضا إنتاج الأقمار الصناعية التي ترصد وترصد من الفضاء، ولكن اليوم زدنا سقف طموحاتنا، نحاول أن نصل إلى القمر، وخلال هذه المهمة سنحاول أن نستخدم أنظمة قوة الدفع التي ننتجها نحن، وهذه مسألة مهمة جدا. فهذه الأنظمة أرخص وهي صديقة للبيئة، مراعية للبيئة، وفي حال تمكننا من تحقيق النجاح في هذه المهمة، نعتقد أن هذه التقنية وهذه التكنولوجيا بالإمكان تسويقها على المستوى التجاري لتستخدم في العديد من الصناعات
المعاطي في الفضاء ربما في المراحل الثانية أو الثالثة من مراحل الإطلاق أو أيضا في مهام معينة في الفضاء. إذن خلال هذه المهام التي نعمل عليها نحن منفتحون على التعاون مع لاعبينا الآخرين في هذا القطاع من حول العالم، ونحن نعمل أصلا مع العديد من الدول والشركات من حول العالم أو أيضا فيما يتعلق بمحطة الفضاء الدولية. لدينا برنامج لإعداد رواد الفضاء، ونعد أول مواطن تركي سنرسله إلى المحطة الفضاء الدولية للقيام بمهمة علمية. وفي هذا البرنامج مجددا التعاون ضروري بالنسبة لنا وبالنسبة أيضا لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة الشقيقة. دولة الإمارات لديها برنامج طموح لاستكشاف الفضاء، والمهمة التي أطلقتموها رائعة جدا، وهذه البرامج مماثلة لبرامجنا في تركيا، ونحن منفتحون على التعاون مع أصدقائنا. بلا شك لا زالت الإنجازات قادمة ومستمرة بإذن الله. هناك نتحدث أيضا عن الاقتصاد، أنتم كذلك تصنعون الأقمار الصناعية، دعنا نتكلم عن أهميتها في دعم الاقتصاد. في الواقع فإن العناصر التي تقود الاقتصاد التركي في سنوات الأخيرة هي القدرات في مجال البحوث والتطوير والابتكارات. كما ذكرت لقد بنينا بنية تحتية كبيرة جدا لتصنيع الأقمار الصناعية في الدولة، ونتحدث عن قدرات الجمهورية التركية في مجال تكنولوجيات وتقنيات الفضاء بمعنى نعود إلى 38 عاما عند تم تأسيس أول معهد للأبحاث في أنقرة، وحيث تم تأسيس معهد توبيتاك وهو معهد الأبحاث العلمية التركي. وخلال السنوات القليلة الماضية استخدمنا تقنيات وتكنولوجيات الفضاء والأقمار الصناعية، ولكن خلال السنوات العشرين الماضية بدأنا بتصميم وإنتاج أقمارنا الصناعية الخاصة، والآن أصبحت العملية أسهل ونحن ننتج الأقمار الصناعية للرصد والتي تعرف باسم إيمجي، كما ننتج أيضا أقمار صناعية للاتصالات بقدرات ذاتية تركية. ولكن النقطة الأهم بالنسبة إلى هذه المشاريع هي أننا لا ندمج فحسب أجزاء الأقمار الصناعية هذا، ولكننا نصمم وننتج الأنظمة الفرعية الأساسية المحورية لهذه الأقمار الصناعية. إذن القدرات والإمكانيات بإمكاننا بيعها للعالم، وبيسعنا أن نرى أن تصدير هذه التقنيات من دولتنا يزداد كل عام ليصل إلى 36 مليار دولار، وأعتقد أنه في السنوات المقبلة هذا التصدير سيزداد أكثر، خاصة أن النظام الدفاعي التركي يضمن قدرات تركيا في إنتاج منتجات تقنية رفيعة مستوى للعالم، وهذا الأمر سيسمح لنا بنقل هذه المعرفة الآن إلى مجالات مشابهة في مجال التقنية. بلا شك السيد محمد فاتح كاجر نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا من جمهورية تركيا، شكرا لوجودك معي اليوم في هذه التغطية، شرفتنا، شكرا لك.